السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو، لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هنقدم لحضراتكم وصفة بسيطة جدا لشد الترهلات والعمل على تخسيس مناطق معينة باينة زي منطقة الأرداف أو منطقة البطن أو الفخذين، أو ممكن بالوصفة دي نعمل تصغير لحجم الثدي المترهل. طريقة بسيطة جدا، هنستخدم فيها 3 مكونات: البن، وهنستخدم خل التفاح، وهنستخدم عصير الليمون. تعالوا سريعا نقول لحضراتكم الطريقة ازاي. ان شاء الله هي بسيطة جدا، وهتشوفوا حضراتكم قد ايه هي بسيطة، وان شاء الله هتشوفوا قد ايه ممكن تفيدكم الطريقة دي وتجيب معاكم نتيجة مثالية ورائعة. اول حاجة هناخدها، هناخد معلقتين من البن او القهوة. نبدأ بعد كده ناخد معلقتين من عصير الليمون. بعد كده هناخد معلقة واحدة من خل التفاح. نبدأ بعد كده نكون محضرين يا جماعة مية دافية، وناخد مقدار نص كوب من المية الدافية، ونبدأ نصبه على المكونات اللي معانا، ونبدأ نحرك الخليط لحد ما يبدأ يكون جاهز للاستعمال. الطريقة دي يا جماعة بسيطة جدا. من فوائدها ان القهوة بتعمل على تضييق الأوعية الدموية وتقليص حجمها وشدها، فبالتالي بتعمل على تخسيس موضعي، وكمان بتعمل على تصغير الصدر وشده. اما بالنسبة لخل التفاح فهو له فوائد عديدة جدا ومفيد، وله فوائد غذائية، وهو غني عن التعريف طبعا. ممكن استخدامه بطريقة موضعية، فبيساعد على تخلص الجسم من الماء الزايد، وممكن شرب خل التفاح بمفرده لعمل التخسيس، وهو رائع جدا، وكنا قدمنا لحضراتكم اكتر من طريقة للاستفادة بيه. اما بالنسبة لعصير الليمون فهو بيساعد على تخفيض السعرات الحرارية اللي موجودة في المأكولات، وبالتالي كمان بيساعد على حرق الدهون، وده علشان بيحتوي على فيتامين سي، واللي مهم جدا في عملية حرق الدهون بشكل كبير جدا ورائع. بعد ما جهزنا الوصفة، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد الخليط دوت ونبدأ نحطه على المنطقة اللي احنا هنستعمل فيها الوصفة، وده طبعا بعد الاستحمام. يبقى نفضل احنا نستحم الاول قبل تطبيق الوصفة، وبعد كده نبدأ ننشف المنطقة كويس جدا، وبعد كده ناخد الخليط ونحطه على المنطقة ونعمل تدليك بحركات دائرية لمدة ربع ساعة. بعد كده نبدأ نغسل المنطقة بمية دافية. الوصفة دي يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم هتساعد على التخلص من الدهون الزايدة في مناطق معينة زي منطقة البطن أو منطقة الأرداف أو الفخذين أو تصغير حجم الصدر. هنستعملها زي ما قلنا مرة واحدة كل يوم لمدة شهر على الأقل، وممكن نعيدها لو حابين، وفي وقت عندنا نعملها مرتين في الأسبوع هيكون أفضل إن شاء الله. وصفة بسيطة جدا وسهلة زي ما قلت لحضراتكم. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.